صباح النور، صباح الخير عليكم. صباح النور، جمعة مباركة إن شاء الله على كل الجزائريين في داخل الوطن وخارج الوطن. ربي يرحم جميع الموتى، وربي يشفي جميع المرضى، ربي يرفع علينا الوباء يا رب يا رب. شوفوا، أنا اليوم جيت نحكي شوية على الويل دارغون، زيت الأرغان. زيت الأرغان هذا اللي يعني المناطق اللي في الجزائر اللي مشهورة به، ما هي مشهورة يعني داخليا، بس احنا استغليناش هذا زيت. الجزائر ما استغلتش هذا لا بلانتاسيون تاع لاغبغ تاع الأرغان، يعني هذا خطأ منا يعني مهما يكون. يعني تعرفوا باللي زيت الأرغان، لا بلوتو لا لاغبغ تاع الأرغان، راهي موجودة بكثرة في الجزائر، خاصة في المناطق الجنوبية مثل تندوف، تميمون، المنيعة، فيها هذا الشجرة من بكري، خلاص منذ زمان. بصح أنا قريت في واحد الكتاب هكذا عندي مدة، جو مغابيل با، باللي لاغبغ هذه كانت هنا في الشرق الجزائري، كانت موجوده وعند انتقال تما نقولوا الناس اللي كانوا عايشين هنا في الجزائر وخرجوا من الجزائر، على بالكم واش داروا؟ دابخي ما يحكيوا الناس، حكموا حرقوا هذوك الاشجار، الشجره تاع الارغان اللي كانت هنا في الشرق، في الشرق الجزائري، ونقلوا الاغصان تاعها للدوله مجاوره لنا. المهم نقول لكم باللي شجره الارغان موجوده منذ القدم في الجزائر، ولكنها لم تستغل كماده هكذا، لم تستغل. مي في ليزاني هذو الجزائر بدات شوية تعتمد على هاد الشجرة، هادي الفلاحين بداو يستغلوا في هاد البلانتاسيون هادي اللي راهي موجودة قلتكم في انتخ تيميمون، المنيعة، وتندوف. مالغري اللي كانت موجودة، كاينين الناس اللي على بالهم كانت موجودة هنا تاني في الشرق الجزائري، كانت موجودة هاد الشجرة، وربي يهديهم. المهم اللي كانوا عايشين هنا ونقروا الجميل تاع الجزائر، كي خرجوا منها وراحوا غرسوها في دون ان اوتر باي. كيما سمعت دو توت فاسون لوحدو تاع الاشجار تقدر تكون في شمال كيما نقولوا شمال تاع افريقيا، باسكو نوعيه الشجره هذه تكون في الاراضي تما خاصه بها باه تعيش وباه تعمر. دونك هاد النوعية تاع هاد لاماتيغ هادي اللي نستخرجوها منها على بالكم نافعة حتى صحيا في صحتنا، الناس اللي مرض بالشرايين تاع القلب، الكوليستيرول، لاطونسيون، بزاف يستعملوها للتداوي. الزيوت هادي يستعملوها للتداوي. وانا عندي نقولكم احنا شرينا من الصحراء واحد الوقت وشرينا هكذا ان كونتيتي، بصح حنا قسمنا بسك كانت معايا اختي قسمنا شرينا ان كونتيتي وقسمنا. شوفوا هذا الويل هذا حنا نستعملوها سورتو في كيما نقولوها في دي سالاد هكذا، ساعات نخلط بين زيت عرب وزيت الارغان. كاينين دي سالاد اللي يحتاجوا هذا الويل هذا، الى تري بون صدقوني ما نكثروش برك منه. هذا بوغ جوست تسمى تاع لي شوفو، انا بنتي تدهن شعرها بيه مامانا. وهذا نقول لك الويل دارغون هذا مليح لابو، راهو صافي بزاف بزاف بزاف. حنا شوفوا شرينا ان كونتيتي انا وخول اخت تاعي، جابوه لنا السيد وانا بارطاجي هذيك لا كونتيتي اللي جبناها، وما عندهاش بزاف. نظن راهي في لو مواد d'avril, في avril اللي جبناها. المهم سي فري اي تريز افيكاس بور لا بو. هذا سي لويل دارغون الجيريان، هذا اللي نجيبوه من الصحراء تاعنا، نجيبوه من الصحراء. واحد السيد من الصحراء جابو تسمى وشرينا نورمال عادي. شوفوا هاد يعني بربي ان شاء الله الجزائر تعتمد على هاد النوع تاع الاشجار هذه اللي فيها فريمون فوائد كبيره كبيره، والحمد لله يعني
حبيت برك نخبر الجيران هادوك ما يبقاوش على كل شيء راهو مروكي، كل شيء راه مروكي. نو نو نو، هذا النوع يقدر يكون في عدة دول والناس ماهيش مستغلته، فقط الناس ماهيش مستغله هادشي. هما على بالنا هما عندهم تلمهم، واش حنقول لكم، قال لك الفقر يعلم كيف يقولوا، الفقر يعلم الطبع، ولا ما كيف يقولوها. هما تلمون دولة فقيرة والشعب معتمد على روحه بزاف، الشعب فقير من بكري منذ زمان، عندهم صح الفلاحة اللي تجيغية يعتمدوا عليها بزاف بزاف بزاف، واعتمدوا على هاد الشجرة ونغمة العادي. ما لازمش الإنسان يقول كل حاجة تعطيها الأرض، يعني الأرض سبحانه، أرض هذه ربي رزقنا بها، تولي ينسبوها ليهم. نو سي 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 أنت، عيب عيب. هل هذا، أنا ساعات نشوف هكذا كل شيء ينسبوه ليهم، هل هذا من فقرهم؟ هما هذا الشعب هذا نحس به تلما إلي كومبليكسي، ينسب روحه كل شيء، وإلا من شيء آخر. منيش فاهمة، مانيش فاهمه، والله ماني فاهمه. وسكي باغي انا عندي ولد اون فام لا فامي تاعي اللي راهم مام في اون فام يا خلاص، قال لك مام انا ميغي سا اكزيست هاد لاغب هادي، واش هي ماهيش مستغله كيما يستغلوها هما. الحجر الحجري كيما قالوا هاي يعجبوا فيه حجر. مهم حاب نقول يعني يعني هاد يعني ناكد 100% باللي النوعيه تاع الاشجار هذه راهي موجوده في شمال افريقيا، وش هي الناس من الفلاحين مش مستغلينها، ما اكدوش ليها، ما مستجير، ما زادوش زرعوا، ما زادوش علاه، ما عندهمش باس تعليبه تجاريه منها. هذا ما كان تلما هما اللي كل شيء واللي تجاره عندهم، وهذه مش ماشي يعني به ماشي شكر فيهم، ولا هذه ظروف تبعت بهذا الشعب باه يتسمى يخدم هكذا وعادي ونورمال. وشي الانسان ما لازمش يكون كيف يقولوا يولي ما يحب كل شيء ليه، ينسب كل شيء ليه حتى الارض. وش هي الفرق بين الارض الجزائريه والمغربيه؟ شمال افريقيا فيها كيف يقولوا الطبيعه بكل كيف كيف، التضاريس بخس كيف كيف بكل. دونك ما بغيتي بركاوكم يا المراركه، والله العظيم واش تبينوا، تبينوا راكم مجاعه، تبينوا باللي نعرف عقد نفسيه عندكم بزاف، مرض. انا ما لقيتش واش نقول لكم، يعني ماني في جمعه يوم تاع الجمعه تخليونا نهضروا نردوا عليكم ولو بالجمعه. انا على نرد اختشر دي فيديو باللي ساي ماشي دوك كي يروحوا يديروا فيديو يهضروا على الويل دارغون، معليش نقول الويل دارغون راهو كاين في المغرب عادي، مي في لي فيديو تاعكم واش تقولوا باللي الويل دارغون البلوتو لاغب هذه راهي موجوده غير في المغرب وهك. نو سي با فري، الجزائر ما استغلتش هاد لاغب هذه، هذا ما كان من بكري كاينه، من بكري كاينه. وحتى قلت لكم اللي كانوا هنا في الشرق الجزائري كي جاو خارجين من الجزائر ناكرين الجميل، حكموا قصوا دابخي واش يقولوا، قصوا وديو معاهم زرعوها في 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 كيف يقولها في الصويره وفي الاخرى واكادير وفي فوالا. هذه نحب نقول لكم يا فقراء التاريخ، اغيتي حبسوا بركاوكم، بركاوكم لا بروفوكاسيون في لي زاجيريان. درتو ان فيديو بور فار لا بوبليسيتي بور لويل دارغون، ربي سهل، ما تقحموش الجزائر والجزائريين وباللي احنا رانا سرقنا لكم. نو با دو تو، السراق معروفين هما، نتوما معروفين بالسرقه، وزاد دي مالونات وتقعدوا دي مالونات. وعلاه علاه نسبوا لكم الكلمة هادي والوصف هذا تاع لي مالونات؟ العالم بكل على باله بيكم وزاد دي مالونات بوان الالين. المهم نخليكم على خير، هكذا الجزائريين بوسيبل لي زالجيريان ما عارفينش ميم با لاغب دارغون بلي تا كاينه في الجزائر. ساتوا بلي لي زالجيريان ماشي مراد، ماشي مراد، ماشي ناقصين، ماشي ناقصين تاريخ، التاريخ تاعهم ضخم ومكتوب في كيما قالوها في التاريخ العالمي. دونك حنا ما حناش في حاجه باه نديروا لو بلا بلا. فوالا نخليكم على خير الجزائريين، ونقول لكم ثاني جمعه مباركه، وماهوش ظلم ولا تعدي، مي بزاف 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 من المراركه هادو مرض. ما نقول لكم ما على باليش انا، فقراء التاريخ يعني حقيقه يسرقوا كل شيء، يسرقوا كلش كلش كل شيء. فيسكي سو
ils sont pas كيما les peuples الاخرين اللي عندهم ثورات وعندهم كفاح وعندهم دفاع على معتقدات وحريه وعلى ارض وعرض ما عندهمش دونك واش يديروا يسرقوا ينسبوا يديروا البهرجه كيما بتاريخ الغير مي كل حاجه عندها نهايه خليكم على خير لي زالجيريان نقول لكم جمعه مباركه مالغري تو بوسيبل الناس ما يعجبهمش الحال كي رديت انا بالصفه هذه في نهار تاع الجمعه انا نطلب ربي هو اللي نقول له ربي اسمح لي مي دو كوا كثروا علينا خليكم على خير لي زالجيريان بون كوراج وجمعه مباركه ان شاء الله.